شراء فامس. شراء منزل هو أحد أكبر القرارات التي ستخذها في حياتك، سواء من الناحية المالية أو العاطفية. إذا كنت تشتري منزلاً لأول مرة، فمن المحتمل أن تكون متحمساً للانتقال من الإيجار إلى التملك، ولكن قد تشعر أيضاً بالإرهاق بسبب الإجراءات المعقدة التي يتطلبها الأمر. أما إذا كنت تنتقل من منزل إلى آخر أو لديك خبرة سابقة في الشراء، فقد تكون على دراية بالعملية، لكنك قد تحتاج إلى تذكير ببعض التفاصيل الدقيقة. عملية شراء المنزل ليست سهلة، والسوق تنافسي للغاية. لهذا السبب تحتاج إلى مستشار موثوق يرشدك في هذه الرحلة. إليك 9 أسباب تدعوك لتوظيف وكيل مشتري. 1. التدريب والمعرفة بقوانين العقارات. وكلاء المشتري يتلقون تدريباً متخصصاً حول قوانين العقارات في كاليفورنيا والعقود المرتبطة بها. فعقد الشراء القياسي قد يمتد إلى 17 صفحة، وهذا مجرد نموذج واحد من العديد من النماذج المطلوبة. يساعدك وكيل المشتري في فهم هذه النماذج والقوانين العقارية المختلفة. 2. توعيتك بالتكاليف الكاملة للتملك. قد يقدم لك المقرض تقديراً مبدئياً لتكاليف الشراء، لكن وكيل المشتري سيطلعك على الصورة الكاملة للتكاليف المرتبطة بالتملك. لا يقتصر الأمر على سعر المنزل فقط، بل يشمل أيضاً ضرائب، التأمين، رسوم جمعيات الملاك، وتكاليف الصيانة. 3. إيجاد المنزل المناسب لك. يتمتع وكيل المشتري بإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات العقارات أو ما يعرف بـ MLS، ويساعدك في العثور على المنازل التي تتناسب مع احتياجاتك وميزانيتك. سيساعدك في ترتيب الزيارات ويوفر لك نظرة مهنية على إيجابيات وسلبيات المنازل التي تفكر في شرائها. معرفة دقيقة بالسوق. وكلاء المشتري على دراية بالسوق المحلي، ويمكنهم توجيهك نحو المنازل التي تناسب ميزانيتك. لديهم أيضاً معرفة بالمناطق الأخرى التي قد تكون مناسبة لك ولم تفكر فيها من قبل. البحث عن إشارات تحذيرية. في بعض الأحيان تخفي الصور الجميلة مشاكل خفية، ولكن وكيل المشتري يستطيع اكتشاف المشاكل المحتملة مثل التلف الناتج عن الماء أو الأرضيات غير المتساوية التي قد تدل على مشاكل في الأساسات أو أضرار النمل الأبيض. مساعدتك في تقديم عرض منافس. العرض المنافس لا يعتمد فقط على المبلغ المالي، بل قد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر على قبول العرض، مثل فترة الإغلاق أو عرض دفع نقدي كامل. يساعدك وكيل المشتري على تقديم أقوى عرض ممكن والتفاوض على شروط أفضل لصالحك. التفاوض نيابة عنك. بعد قبول العرض، هناك العديد من البنود التي يمكن التفاوض عليها، مثل الإصلاحات. هل تفضل إجراء بعض الإصلاحات قبل الاستلام، أم تفضل الحصول على تعويض مالي؟ الفحوصات. ربما ترغب في التفاوض على فحص إضافي، مثل فحص المسبح أو المدخنة. وأيضاً الضمان المنزلي. يمكن لوكيلك التفاوض لشراء ضمان منزلي يغطي بعض الإصلاحات غير المتوقعة بعد الإغلاق. حماية حقوقك. يتمتع وكلاء المشتري بمعرفة بالقوانين التي تحمي المشترين من التمييز أو الممارسات غير العادلة، ويمكنهم توجيهك في حال تعرضت لأي من هذه المواقف. ربطك بشبكة من المحترفين. سواء قبل الشراء أو بعده، ستحتاج إلى خدمات مثل التدفئة والتبريد، السكة والكهرباء. سيقوم وكيلك بربطك بشبكة من المتخصصين الموثوق بهم لضمان أن يتم كل شيء بسلاسة. وجود وكيل مشتري بجانبك يضمن أن يكون لديك خبير يرشدك في كل خطوة من خطوات هذه الرحلة المعقدة، ويجعلك تشعر بالراحة والاطمئنان أثناء اتخاذ هذا القرار الكبير. شكراً على المشاهدة. يرجى الإعجاب والاشتراك في القناة.